أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة تقدم الجيش الوطني في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي. سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على مواقع عدة في مديرية باقم بمحافظة صعدة. وقال القيادي في المقاومة الشعبية يحيى بن مقيت إن القوات شنت هجوما واسعا على مواقع لميليشيا الحوثي في مديرية باقم، وتمكنت من السيطرة على منطقة مندبة كليا. وأكد بن مقيت أنه تم تحرير 12 موقعا عسكريا كانت تتمركز فيها الميليشيا بعد معارك أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من الحوثيين وثلاثة من أفراد الجيش والمقاومة. وتسعى قوات الجيش الوطني للتوغل في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي للميليشيا، من محوري البقع ومندبة. نتوقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: أهمية التوغل والاختراق الذي أحدثته قوات الجيش الوطني في خط الصد الأخير للميليشيا وتأثير ذلك على المواجهات في بقية الجبهات، وما مدى قدرة وإمكانية قوات الجيش على مواصلة التقدم باتجاه مدينة صعدة، وهل يأتي هذا التقدم ضمن خطة لمعركة شاملة أم من أجل تأمين حدود المملكة العربية السعودية؟ قبل البدء بالنقاش نتابع هذا التقرير. بعد شهور من الحشد والترتيبات العسكرية تطرق المعركة معقل الحوثيين في صعدة، معركة تضع الجيش الوطني والمقاومة في الطريق إلى قلب المعادلة العسكرية على الأرض وهد المنطقة الآمنة للحوثيين. تفيد الأخبار الواردة أن قوات الجيش والمقاومة سيطرت على مواقع عدة في مديرية باقم، المديرية التي تقع في أقصى الشمال الغربي للمحافظة وتتصل بمديريات عدة على الحدود السعودية. مصادر في المقاومة أكدت أن القوات شنت هجوما واسعا على مواقع الميليشيا في مديرية باقم وتمكنت من السيطرة على منطقة مندبة كليا. وبالسيطرة على مندبة تصبح السيطرة الكلية على باقم حتمية إذا ما تمكنت القوات من تأمين المواقع المحررة والمحافظة على مكاسبها العسكرية، على أن الميليشيا تستميت في صد أي تحرك أو تقدم للجيش والمقاومة في هذه الجبهة. التقدم الأخير لقوات الجيش والمقاومة جاء بعد بسط السيطرة الكاملة على البقع ومنفذ علب البري بالتزامن مع تحرير مواقع في مديرية محافظة الجوف المحادية. لا يعرف بالضبط مصير العمليات العسكرية الهادئة على الجبهات المفتوحة، ولماذا أشعلت قوات الجيش الوطني والمقاومة جبهة صعدة، وهل يمكن اعتبارها جبهة استنزاف لإرباك الحوثيين في معقلهم ووقف تصدير الميليشيات إلى باقي المحافظات؟ الإجابة رهن النتائج المحمولة على العمليات العسكرية على الأرض، فوقائع الميدان تشير إلى أن هذه الجبهة تتسع بتوسع الحضور العسكري لقوات الجيش والمقاومة، غير أن إمكانية حسمها لمصلحة الجيش غير قائمة حتى الآن باعتبار صعدة منبع الحوثيين وقلعتهم الأخيرة. نبدأ بالنقاش مع ضيفنا محافظ محافظة صعدة هادي طرشان، ينضم إلينا من الحدود اليمنية السعودية. أهلا بك سيادة المحافظ. مرحبا بك أخي. لو في البداية تضعنا في آخر المستجدات الميدانية خلال الساعات الماضية، ما الذي حققتموه من إنجازات في قوات الجيش والمقاومة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوفك ومشاهدي قناتكم. بالنسبة للتقدم فهناك بفضل الله سبحانه وتعالى تقدم كبير للجيش الوطني والمقاومة الشعبية على طول الحدود التي هي خصوصا في منطقة علب ومنطقة مندبة التي هي منطقة استراتيجية ولا تبعد عن مركز مديرية باقم سوى أقل من 8 كيلومتر. وهناك تقدم اليوم كبير بفضل الله أحرزه الأبطال في هذه المنطقة وتقدموا وأخذوا مندبة بالكامل، وهم الآن على مشارف مندبة من جهة الجنوب والتي تطل على أبواب الحديد والخط الرئيسي باتجاه مركز مديرية باقم حتى هذه اللحظة. طيب ماذا عن طبيعة المواجهات؟ نتحدث عن صعدة المعقل الرئيسي للميليشيا، كيف هي طبيعة المواجهات واستماتة الميليشيا في الدفاع عن صعدة؟ الكل يعرف أن صعدة يعتبرها الحوثي هي حديقته الخلفية الآن، وهي منطلقة وهي قاعدة له، لكنه
كان يعني قد أخطأ الحسابات عندما ظن أنه سيبقى في هذه المحافظة آمنا وهو مشرد لأهلها ومهجر لأبنائها ويظن أنه سيبقى فيها إلى الأبد، لكن هيهات من أن أبناء صعدة يبقوا خارج مناطقهم وخارج محافظتهم ومديرياتهم، هم الآن يعودوا وسيعودوا إن شاء الله قريبا ويكنس الحوثي وميليشيات الحوثي من هذه المحافظة التي هي لأبنائها ولأهلها، هي للجمهوريين، هي للوطنيين، وهي لأبناء صعدة لا للحوثي الذي جاءنا من خارج صعدة وحمل مشروع من خارج اليمن أيضا، مشروع إيراني فارسي يريد أن يطبقه على أبناء صعدة الذين يعتبرون هذا المشروع مشروع دخيل عليهم سواء في الفكر أو في الممارسة التي مارسها الحوثي على أبناء محافظة صعدة. طيب إلى أي حد أنتم مراهنين على موضوع أن يحصل دعم لقوات الجيش والمقاومة من أبناء صعدة داخل المحافظة؟ هل هناك ترتيبات وتنسيقات للالتحام بأفراد الجيش والمقاومة ومن ثم عمل إرباك ربما للميليشيا من داخل صفوفهم؟ هذه وغيرها كلها مرتبة ولا تسير الأمور بالعشوائية وإنما تسير بخطط وترتيبات منتظمة عسكرية مدروسة، وإن شاء الله أن الترتيبات القادمة أفضل وستكون الانتصارات إن شاء الله أسرع وأقرب إلى مركز المحافظة. الحوثي يريدها محافظة للحوثي وأعوان الحوثي وأتباع الحوثي وأنصار الحوثي، لكنه فشل وسيفشل أمام صمود الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لأنهم أبناء المحافظة ولأنهم يريدون استعادة هذه المحافظة إلى حضن الجمهورية اليمنية، استعادة النسيج الاجتماعي والتعايش الذي كان يعيشه أبناء المحافظة، كان مثال للتعايش في هذه المحافظة، وسترجع إن شاء الله محافظة صعدة كما كانت مدينة السلام كما هي تسميتها في السابق قبل أن يأتي الحوثي ليحولها إلى مدينة للخراب وللدمار ولنثر الأشلاء ولأذية الجيران في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأيضا نشر الفساد والإجرام لبقية المحافظات من هذه المحافظة الطيبة وأبنائها الطيبون. طيب أهمية المواقع التي باتت الآن تحت سيطرة قوات الجيش والمقاومة، هل هي مواقع استراتيجية مهمة ولها تأثير ربما في سير المعركة؟ هي أهم مناطق يعني استراتيجية في محافظة صعدة، منفذ البقع ومنفذ علب، هذه منافذ استراتيجية حدود دولية تربط محافظة صعدة وبقية محافظات الجمهورية بإخواننا في دول الخليج عبر المملكة العربية السعودية الشقيقة. نعم هي أهم المناطق الاستراتيجية في محافظة صعدة، الذي تسيطر عليها المقاومة والجيش الوطني هي أهم المناطق الاستراتيجية في المحافظة، ولكننا لن نبقى في هذه المناطق، سنتقدم وإن شاء الله نرفع علم الجمهورية على جبل مران تحقيقا لوعد المشير عبد الرب منصور هادي، وسنكنس إن شاء الله عز وجل هذه الميليشيات الإجرامية الإرهابية وستعود محافظة صعدة للتعايش السلمي إن شاء الله بإذن الله تعالى. هي أهم منطقة استراتيجية منطقة علب وما حولها، منطقة البقع وما حولها، لكن نحن لن نكتفي بها لأن المحافظة ليست للحوثي ولا لأتباع الحوثي، المحافظة لأبناء المحافظة، لأبناء محافظة صعدة، وستكون إن شاء الله التقدمات في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله أكبر وأوسع مما يحصل الآن. طيب استاذنك سيادة المحافظ فقط بإشراك رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف ينضم إلينا من مارب، أهلا بك سيادة اللواء، كيف تنظرون لأهمية التقدم الذي يحرزه الجيش الوطني اليوم في مندبة؟ شكرا لك يا عزيزي ولضيفك الكريم، هو طبعا لا يفتى ومالك في المدينة مدام القائد الشعبية. طيب سيادة اللواء هناك إشكالية في الصوت، سنعود التواصل معك، أعود لضيفي محافظ صعدة من الحدود اليمنية السعودية. سيادة المحافظ إلى حين تجاوز المشكلة الفنية في التواصل مع سيادة اللواء،
لو نتحدث اليوم لدينا جبهتين في صعدة، جبهة البقع واليوم المعارك في مندبة، إمكانية التحام هاتين الجبهتين، وما هي الصعوبات الماثلة أمامكم للوصول إلى الالتحام والتقاء الجبهتين فيما بينهم اليوم في صعدة؟ مهما تكون الصعوبات ومهما تكون العراقيل التي يريد الحوثي أن يضعها أمام الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، فإن صمود المقاومة الشعبية والجيش الوطني وإصراره ومعنوياته ستحطم هذه القيود وهذه السدود والحدود التي وضعها الحوثي وأتباعه، لأننا أصحاب قضية ولأننا أصحاب حق، ولأن المحافظة ملكنا وليست للحوثي وأتباعه، ولا يمكن أبدا أن يقف في وجه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أي حواجز وأي عوائق مهما كانت الصعوبات ومهما كانت العوائق ومهما بذل من التضحيات. فمعنويات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تعانق السماء بفضل الله. هناك أسرى للحوثي هذا اليوم، هناك قتلى لا زالت جثثهم متناثرة في الشعاب وفي الجبال التي سيطرت أو استعادتها المقاومة والجيش الوطني اليوم، وهؤلاء المغرر بهم نحن نتألم كثيرا عندما يسقطوا، لأنهم مغرر بهم ولا يدرون على ماذا يقاتلون. يمنيهم الحوثي بأنهم يقاتلون في على أطراف القدس وعلى مشارف نجران وجيزان، والحقيقة أنهم يقاتلون يعني تحت راية هذا المجرم الحوثي وعفاش، لكن إن شاء الله أنه سيأتي اليوم الذي يعني يؤوبون ويرجعون إلى رشدهم، ونحن سنرحب بهم إن شاء الله مواطنين عاديين بدون سلاح. أما الحوثي وقادة الحوثي فلا بد من محاكمتهم محاكمة عادلة، لأن لديهم ثار مع جميع الشعب اليمني. سيادة المحافظ أستأذنك بالذهاب فقط إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود لك ولضيفنا من ماربس رئيس دائرة التوجيه المعنوي محسن خصوم. إذن من جديد أهلا بكم في هذه الحلقة من زوايا الحدث. نعود لمحافظ محافظة صعدة هادي طرشان. سيادة المحافظ، هذه المواقع التي تم السيطرة اليوم عليها وفي الأيام الماضية في معركة صعدة، إمكانية الحفاظ على هذه المواقع؟ الحوثي يا أخي ينهار وميليشياته تنهار أمام صمود وقوة وبسالة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. لا يحلم الحوثي بأن يستعيد شبرا واحدا مما استعاده الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. لا يحلم بأن يرجع إلى منفذ علب ولا إلى منفذ البقع ولا إلى مندبة ولا إلى منطقة من المناطق التي استعادها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، لأنها يعني الحوثي هو في ضعف، في انهيار، في تراجع. كلما تقدم الجيش الوطني استعاد مناطق جديدة من أيديهم وهم يتراجعون ويتقهقرون، وأصبح في مكان المدافع الضعيف. هذا ما نلاحظه من الحوثي. تقول أن الحوثي في انهيار وحالة تقهقر، هناك من يرى أنه إذا كانت هذه هي الحالة الحاصلة الآن، فما الذي يعنيه استماتته وصموده في باقي الجبهات، في أكثر من جبهة داخل الحدود داخل الجبهات في الجبهات الداخلية؟ فهناك كان من يعتقد أن ربما التصعيد في جبهة صعدة قد تخفف من الضغط على باقي الجبهات. لا شك أن الحوثي كما هو معلوم لديه ترسانة كبيرة جدا، ورثها من المخلوع علي عبد الله الصالح وسلمها إليه، وأعانه بما لديه من خبرات 33 سنة من جيش وأمن واستخبارات ومهندسين وخبراء، كل هؤلاء اجتمعوا في جبهة الحوثي، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى أنهم سينهاروا وسيندحروا، والصمود هو ركضة الميت الآن، هو الآن في نهاياته، ولكن لا بد أن يكون الاستماتة حتى آخر رمق كما هو معروف، لأن هذه جماعة بنيتها عقائدية خاصة جماعة الحوثي ومشروعها عقائدي كما هو معروف، وما نلاحظ في المنطقة حولنا في سوريا وفي العراق وغيرها، كان يريد لليمن أن تكون عراقا أخرى وسوريا أخرى، لكن خاب ظنه ولن يصل إن شاء الله إلى مطلبه.
نعود مرة أخرى لرئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف، ينضم إلينا من مأرب. سيادة اللواء، المراهنة على معارك صعدة، معارك المعقل الرئيسي للميليشيا في أنها ربما قد تخفف من الضغط على باقي الجبهات، هل فعلا تمكنت هذه المعارك من التخفيف ربما على باقي الجبهات؟ هو أي جبهة تنشط وتقاتل وتنجز بالتأكيد تخفف عن بقية الجبهات الأخرى، ليس في ذلك شك يعني. وما يعني يحصل الآن في جبهة صعدة هو عمل عسكري عظيم بكل المقاييس يعني. طيب سيادة اللواء، السوق القديم أسمعك. نعم أسمعك تفضل. السيطرة على البقح والجمرك السوق القديم وصولا إلى منطقة عمل عسكري مزعج ويعزز بقية الجبهات. وما نتمنى هو أن تنشط الجبهات الأخرى لتعزز دور جبهة صعدة، لأن هذا العمل من شأنه أن يؤدي إلى انتصارات يعني واسعة الدوائر وبتأثير أقوى وأكثر فاعلية. طيب أعود للمحافظ هادي طرشان، ما بين التحليل لأهداف معركة صعدة، هناك من يرى أنها ربما لا تأتي في إطار خطة شاملة للمعركة الحاصلة الآن، وإنما لها هدف معين ومحدد هو فقط تأمين حدود المملكة العربية السعودية، ما رأيك؟ هذه من الأقاويل ومن التي نسمعها على لسنة بعض الصحفيين المغرضين الذين يريدوا أن يضبطوا الهمم والعزائم لدى المقاومة الشعبية والجيش الوطني. وبالنسبة للمملكة العربية السعودية هي قد ساندتنا، ولولا الله سبحانه وتعالى ثم المملكة وملكها الذين جاءوا بالتحالف العربي ليناصر ويكشفوا من أجلنا وجاءوا بعاصفة الحزم لكنا سوريا أخرى وعراق أخرى. فلا نريد أن يتغنى العفاشيون والطابور الخامس بمثل هذه الأمور وهذه الشبهة التي تطرح. يا أخي، حدود المملكة العربية السعودية هي منا ونحن منها، ولا يليق بنا أن يتعدى أحد من جهة صعدة أو من جهة اليمن على إخواننا في المملكة العربية السعودية. نحن في صعدة لدينا مستشفى لا يوجد في جميع محافظات الجمهورية، مستشفى السلام الذي تمول المملكة العربية السعودية. نحن في صعدة نسير على الزفلت الذي جاءت به المملكة العربية السعودية من مركز المحافظة حتى المنفذ السعودي من جهة البقع ومن جهة علف. الأخوة في السعودية لم يأتينا منهم إلا كل خير، لم يأتينا منهم إلا كل جميل. فلماذا يقال هذا الكلام أننا نريد أن نؤمن الحدود السعودية؟ والله ما قالوا لنا يوما أن نؤمن حدودهم، ولا طلبوا منا يوما أن نؤمن حدودهم، وإنما يقولوا لنا وأنا مجتمع بالأمس مع قيادات في الجنوب والذي تدار المعارك على أيديهم، وهم يقولون أن نحن معكم حتى تتحرر كامل محافظتكم. لم يطرقوا مطلقا في أي اجتماع أن نؤمن حدودهم. هذه كلها ترهات وهذه كلها إشاعات. ربما قد يكون القصد سيادة المحافظ، قد يكون القصد بوصف البعض أنه ربما الهدف تأمين الحدود ليس بالمعنى المباشر والواضح تأمين الحدود، هو فقط أن فتح هذه الجبهة والتقدم إلى بعض الكيلومترات ومن ثم عدم التحرك ربما والتقدم في اتجاه عمران وإلى العاصمة صنعاء. إذا كان هذا الكلام يعني الذي يقال نرد هذا الكلام على من يقوله، وإلا الجبهات التي في نهم والجبهات التي في الجوف والجبهات التي في مارب والجبهات التي في باب المندب هل هي لتأمين الحدود السعودية؟ هذه يا أخي كلمات، وهذه كلمات تخرج من مطابخ عفاش والحوثي. فلا نريد أن نسمع مثل هذه تؤذينا عندما نسمعها حقيقة، لأن إخواننا في المملكة هم منا ونحن منهم ونحن جيران وأنساب، ويعني ليس بيننا وبينهم إلا كل جميل. حتى جاء الحوثي ليريد أن يكهرب الجو ويكهرب الحدود ويدخل الشحناء والخلاف فيما بيننا، ولكن هذا لم يلاله منا. يا أخي الحوثي ما قبل أهل صعدة،
ما قبل آل مارب، كيف سيقبل بالمملكة العربية السعودية؟ طيب هذه النقطة باتت واضحة سيادة المحافظ فيما يخص أن هناك هدف استراتيجي أكبر ربما من تأمين الحدود المملكة العربية السعودية من معركة صعدة. ماذا عن القدرات والإمكانية المتوفرة لديكم عن دعم التحالف العربي من أجل التقدم أكثر والتوغل والوصول إلى معاقل الميليشيا وربما الوصول من جبهة صعدة إلى صنعاء؟ نحن كلنا نعرف، وكل متابع عسكري وخبير عسكري يعرف أن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كانوا لا يملكون رصاصة واحدة ولا يملكون مسدس ولا يملكون كلاشينكوف، واليوم يملكون المدفع ويملكون الدبابة والمسطحة والسلاح الثقيل والخفيف والمتوسط. من أين جاءنا؟ هذا كله بفضل الله عز وجل، ثم بتعاون إخواننا في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. نحن لا يمكن، ما على المحسنين من سبيل، هم يعطوا ما يقدرون عليه وليس لهم منا إلا الشكر والعرفان. شكرا جزيلا لك هادي طرشان محافظ محافظة صعدة، وأيضا الشكر لضيفنا رئيس دائرة التوجيه المعنوي اللواء محسن خصروف. انتهت هذه الحلقة من زوايا الحدث، تحية طاقم البرنامج ومعدها ماهر أبو المجد، في أمان الله.